طيب قبل ما نطلع لفاصل، خبر حلو الحقيقة. لما بتتكلم على الاقتصاد المصري ولما بتتكلم على الصناعة تحديدا، الاهتمام بالصناعة في الوقت الحالي هو اهتمام يعني كبير جدا جدا، ليه علاقة طبعا انك عايز برضو تقلل فاتورة الاستيراد، تزود اكتر من صادراتك وتنوع صادراتك ما بين حصلات زراعية وما بين يعني منتجات صناعية وما الى اخره. علشان كده الرئيس لما بيتكلم في ملف الصناعة والتيسيرات والتسهيلات اللي بقت دلوقتي بتتاخد او تتعمل على قصة مثلا استيراد المواد الخام من بره، ليه علاقة بجزئية مهمة الرئيس بيتكلم فيها دايما وهي توطين التكنولوجيا، ان احنا نكون قادرين على التصنيع وننافس مش بس في الاسواق المحلية لكن كمان يكون ليك تواجد في الاسواق حواليك. من ضمن القلاع المصرية الصناعية المهمة جدا هي مجموعة شركات العربي الحقيقة، بالمنتج الخاص بيها، بالاجهزة او السلع او المعمرة زي ما بنقول عليها كده، الصيانة، قطع الغيار، ان الكلام ده يكون كله متوافر يكون موجود، انك موجود بقوة في السوق المحلي، انك بتصدر بره كمان. لكن احنا هنتكلم عن مجموعة العربي من زاوية مهمة جدا في الابتكار، في انك بتشتغل على حاجة بتدخل، واحنا بنتكلم على توطين التكنولوجيا، بتدخل حاجة في المنتج بتاعك تقدر من خلاله انك تنافس وتكون موجود في السوق. مجموعة العربي حصلت على جائزة الافضل في تصدير المنتجات المبتكرة، دي كانت خدت جائزة المركز الاول في تصدير المنتجات المبتكرة، تسويق وتصنيع وتسويق الاجهزة المنزلية، فخدت مجموعة العربي المركز الاول عن عام 2021 في مجال الصناعات الهندسية. الكلام اللي بقوله لحضراتكم كان في مؤتمر التصدير اللي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وكانت حاضرة الوزيرة دكتورة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة. تصريحات مهمة للرئيس التنفيذي لمجموعة العربي المهندس محمد محمود العربي، قال ان حصول مجموعة العربي على جائزة افضل مصدر لمنتجات مبتكرة هو اكبر دليل على قدرة الشركات المصرية على توطين التكنولوجيا، وان الموضوع ده بتسعى ليه دايما مجموعة العربي من خلال مراكز البحث والتطوير بالمجموعة. وقال برضو انه العربي بيستهدف كمان ان هو يصدر التكنولوجيا المصرية لمختلف دول العالم في الوقت القادم إن شاء الله. فكل أمنياتنا للتوفيق لمجموعة العربي والكل طبعا المصانع المصرية اللي بتشتغل وبتطور وبتبقى متواجدة في السوق، بتخلق نفسها أسواق خارجية تصدر، فكل ده بالتأكيد يعني قيمة مضافة وقيمة كبيرة للاقتصاد المصري وقيمة كمان للمصنع وللعاملين في هذا المجال وهذا القطاع الحيوي.